السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلام. إخواني، فيديو سريع إن شاء الله عن البيئة اللي ما تخرج من مكانها أو صعب إنها تخرج من مكانها. يعني بنواجه في بعض الأحيان في محركات بتكون البيئة سخنة سخونة عالية لدرجة إنها كأنها بتلتصق في البوبين، ما بنقدر نخرجها من مكانها. اليوم إن شاء الله حل سريع لهذا الموضوع، أو إنه عليها صدى كثير فما بتخرج من مكانها. طبعا زي هاي البيليا طبعا ما خرجت من مكانها، طبعا أنا نظفت الصدى في البداية أمامها على أساس إنه ما يعيق خروجها، لكن سبحان الله ما خرجت. طيب الحل، نكسر البيليا زي هيك، بظل العنق بس فقط هذا الموجود. الآن بنجلخه بالصاروخ أو بحجر الجلخ، أنا عندي حجر جلخ، بنجلخه بالصاروخ أو بحجر الجلخ وبنسحبه وبندق عليه بنسحبه. الآن بورجيكم كيف. خلوني بس أثبت الكاميرا على أساس إني أقصه بحجر الجلخ. طبعا أنا قصيته زي ما أنتم شايفين، اللازم والأصل إنه نقصه بشكل مايل. يعني لاحظوا أنا كيف قصه بشكل مايل، يعني من هون لهون لهي المنطقة، هذا مكان القص. لاحظوا بشكل مايل، يعني ما نقص هيك بالطول على أساس ما نضرب الطوق الألمنيوم اللي موجود على البوبين، لأنه إذا فصل هذا الطوق الألمنيوم طبعا البوبين بتلف وبنكبه في الزبالة. فإحنا بنقصه بشكل مايل على أساس إنه ما نضرب أو ما نؤذي طوق الألمنيوم الموجود هون. طبعا وبنجيب زميل او شيء، يعني نجيب زميل او شيء وبندق على البيليا بهذا الشكل. طبعا ملاحظه، ما يعني نقص كثير على اساس ما نضرب البوبين نفسه، لكن يعني شوي شوي على اساس ما نوصل للبوبين. احنا بس بدنا نخليها ترتخي او تطرى على اساس تتحرك من مكانها لما ندق عليها، وبندق عليها بهذا الشكل. لاحظوا كيف تحركت من مكانها. اهم شيء انه احنا ما نخرب البوبين او نخرب شيء منه. لاحظوا كيف تحركت، طلعت من مكانها. الان بورجيكم من البوبين يعني ما في عليه تأثير. طبعا انا مش عارف اثبتها، لو بتثبتها على الملزمة بكون أفضل، بس أنا عشان بدي أصور. ندق على البيليا نفسها وما نأذي البوبين طبعا. زي ما انتم شايفين هيها طلعت كل أريحية، والبوبين ما انضرب معنا. يعني هذا حز علامة، مش البوبين مش انه صار فيه فجوة، علامة خفيفة. طبعا السر انك ما تغمق او يعني تمزع للاخر، لا، احنا بس بدنا نضعفها في هذا القص، بدنا نضعف هاي القطعه على اساس انها تصير مرتخيه على العمود ونقدر نطردها بهذا الشكل زي ما انتم شفتوا. الان بننظف هذا، لازم ننظف الصدى الموجود هون على اساس البيليا الجديده ما يطلع لها صوت، لانه اذا نزلت في مكان محشور بصير يطلع لها صوت اثناء الدوران. فلازم ننظف من هذا المكان اللي فيه صدى على اساس تنزل بيلة جديدة، طبعا مع شوية زيت وكذا بتنزل معنا بكل اريحية. وهذا هو درس اليوم، ان شاء الله انكم تستفيدوا منه. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا التوحيد، لا اله الا الله محمدا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.